بعد الكره نبيل معلول. فالنتي اذا كان بالنسبه ليه متفائل بالنسبه لهذا اللقاء، وبطبيعه كل شيء كان جاهز بالنسبه للفريق وحاضر، وبقى كان المباراه، والمباراه ثلاثة دقائق لعب، ركنيه لصالح المنتخب المغربي، شاوش وعزيز مدربالة، وغلطه فاتحه من الدفاع خاصه الحارس يجيب الهدف المبكر. هاي الاعاده، شوفوا بالنسبه للتغطيه على عزيز مدربالة ما تمتش كما يجب، ثم كيف سجل بسهوله احمد بورشاده، ربما غلطته الكره لكن مسؤوليته موجوده في الهدف هذا. لقاء تونس والمغرب، البدايه كانت إذن الفكره الاولى ان المنتخب التونسي يلزمه ينتصر، الفكره الثانيه انه المنتخب المغربي يسجل هدف مبكر في ثلاثه دقائق لعب، الشيء اللي خلى بطبيعه المنتخب المغربي ياخذ ثقه في روحه خلال النص ساعه الاولى نتاع الشوط الاول، والاعصاب تتوتر بالنسبه للمنتخب التونسي والكره تضيع، وحتى ربما التمريرات ما تمرش كما يجب، عنصر نفساني طبيعي انه يقع بالنسبه لمنتخب متخوف من النتيجه، متخوف كذا يقبل هدف مبكر، ثم الامور بدات ترجع الى نصابها بالنسبه للمنتخب التونسي. محايسي ضربه جزاء ام لا؟ الحكم يقول مواصله اللعب، المحايسي مره اخرى والعبد اللي ما يخوش كوره وقذف الطارق جانبيه، كان الانذار الاول بالنسبه للدفاع المغربي. الفريق المغربي لعب بخطه 4 3 3 يتحول في اغلب الاحيان الى 4 2 4، لاعبي وسط عندهم خبره كبيره ياسر، بورشاده لهنا يخرج كره ويخرج معه رؤوف من بنك الاحتياطيين اللي كان عايش على اعصابه كما بقيت اعضاء الفريق التونسي. الامام الاولى، الثانيه يتوغل ولمريس يشد المريول والتوزيع والعبدلي والهدف الاول، 37 دقيقه لعب. لهنا بالطبيعه تنفيسه الاولى بالنسبه للاعبين، بالنسبه للمدرب، بالنسبه للجمهور، ولو انه بالنسبه لنا الكل لقاء تونس المغرب لقاء مغربي رضا كشي. فين؟ وشارك يتحسن. طيب طرحة. صحيح. طرحة سعيد يقول رضا كشا، ونعاودوا نشوفوا من زاوية أخرى، من زاوية أخرى المراوغة، شفتوا كيفاش لمريس كان شاد المريول تاع الإمام. إذا هدف لهدف. مختار تليلي يقول ناخذوا المقابله، اون برون لو ماتش. في الخمسة دقائق الاخيره من الشوط الاولاني ضغط تغطيه كبيره، الهرقال قام بدوره كما يجب على مستوى التغطيه، يفكر وكذلك في تنسيق الهجوم. الهرقال طارق طويله للهرقال، الهرقال يوزع ترجع من الدفاع، قذفة الميزوري ثم التمريرة ومن زاوية تكاد تكون مستحيلة. طارق ذياب، ربما سر يعرفه طارق في مبارياته مع المغرب، زكي في الموسم الفرد. واللقطة والهدف من زاوية أخرى، رفاهية رغم انه مس الكرة. 2-1 نهاية الشوط الأول، وباش نسمع رأي طارق ذياب بعد الهدف الثاني قبل بداية الشوط الثاني. طارق، هدف قبل نهاية الشوط الأول يفرهد. معلوم يفرهد برشا، وخصوصا والله نشكر الكل قدم الشوط الأول هاي البرشا، خصوصا من لاعب زي رجولي، لان واحد بشيء وخاصه في تونس وعرفنا كيفاش نسجلوا هدفين، وهذا بالتساهل معناتها كنا نتوقعوه من الاول،
والحق كما قلت لك الشوط الاول كان شوط ممتاز. شنو التعليمات في الشوط الثاني؟ والله التعليمات هو باش لازمنا نكملوا النسق هو هو، وبخصك في المركز لازم يكون اكثر جوليه واكثر اندفاع، وكما قلنا لازمنا تو نستغلوا لي ديسباس باش يخلوا لنا لي داتاكا لي ديفونسور ماروكا. هذه ظهر لي في الشوط الثاني لي ديفونسور ماروكا باش يلعبوا شويه ويقدموا شويه. وقلقوا في الهجوم. معلوم يقلقوا في الهجوم، لكن ان شاء الله الدفاع اليوم تاعنا ماهوش مقصر حد لاعب، وخلاف الهدف هذاك ما جاهم شيء، وان شاء الله لاباس قدره الاله. يمس كره في اتجاه عزيز بودربلا. اذا اكثر رجوله واستغلال الثغرات بالنسبه للدفاع المغربي، هذا ما قاله تقريبا طارق قبل بدايه الشوط الثاني. الشوط الثاني اللي كان من الاول قذفه تاع عزيز بودربلا فوق المرمى. المنتخب التونسي تبع منتصر بنتيجه هدفين مقابل هدف، يحب يحافظ على الفارق هذا، ثم يستغل اذا كان جات الفرصه باش يزيد يدعم الانتصار نتاعو بهدف او اكثر. وكنشوفوا كيفاش خلال الشوط الثاني المنتخب التونسي تحصل على فرص، العبد اللي الامام طارق، ثم المحاوله الاخيره نتاع المهذبي، كرك تمر بسهوله بين مختلف اللاعبين، مساعده كبيره من الميزوري في الجهه اليسرى، كذلك من الجهه اليمنى والمحايسي، ثم لقطه ممتازه من طارق ذياب شوفوها من جهه ثانيه بعد حين. تخريج كره في اتجاه الهرجال، كانت التغطيه موجوده على مستوى الدفاع، على مستوى الاشهبي والمصباحي. هذه الكره نتاع الميزوري في اتجاه العبد اللي ما ثماش تسلل، هاكا الصوره البطيئه واضحه. والحكم الموريتاني بالرغم من اشاره مراقب الخط نتاعو، هذه اللقطه من جهه ثانيه نتاع طارق، قلت رغم ان مراقب الخط يترك اللاعب، الحكم يوقف الهجوم. اشياء تقع في كره قدم بالطبيعه، ما نظنش انه الاخطاء معصوم منها اي حكم. تدخل المحايسي في مناسبتين، ثم الهرجال في الركنيه، ثم الامام، و كره طويله في اتجاه طارق ذياب. طارق ذياب ياخذ الكره نتاعو بطريقته مره اخرى، شاهدوا في اللاعبين التونسيين اللي يقوموا بالحركات التسخينيه، وبرشاده علي بن ناجي ياخذ مكان الهرجال اللي كان مردوده ممتاز. المحافظه على الفارق 7 دقائق وست دقائق قبل نهايه المباراه. شوفوا المهاجمين تاع المنتخب التونسي كيفاش بسهوله كانوا يمروا، العبد اللي بن ناجي ثم الامام. 45 دقيقه لعب، معناها في الدقيقه الاخيره الاولى لخليفه، والثانيه والثالثه المهذبي. بالطبيعة أكيد أنه مختار كليلي. بارك فيك عايش. مقابلة صعيبة برشا، سيرتو ملي دخلنا مركاو النابونتو، جاب ربي يخلطنا عليهم 9 قبل ما يوقع البريمير ميتون.